أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: اعتمرت وفي أثناء الطواف أحدثت، ثم خرجت للوضوء، ثم عدت وأكملت ما بقي من الأشواط ولم أستأنف الطواف من جديد، فهل فعلي صحيح؟ لا، ما هو صحيح. انتقض وضوءك بطل طوافك، مثل الصلاة إذا أحدثت فيها بطلت، فتبدأها من جديد، تبدأها من جديد. لكن إذا كان هذا أمر مضى ولا يمكن استدراكه فتكون عمرتك صحيحة بناء على قول من لا يشترط الطهارة بالطواف. نعم. وإن كان افتاك أحد بهذا أنت في ذمة من افتاك. نعم.